مشهد القصف الإسرائيلي هذا في لبنان رأيناه كثيراً في حرب غزة، يطلق عليه حزام النار، فما هو وما الهدف منه؟ قصف عنيف ومتواصل أحياناً يستمر لساعات كاملة، تستخدم فيه إسرائيل الصواريخ الثقيلة والقنابل التي تزن أطناناً، تأثيرها يصل إلى 5 أمتار حتى 30 متراً في عمق الأرض، تدمر أحياء ومناطق بأكملها. إسرائيل تستخدم هذا الأسلوب لإجبار السكان في المنطقة المقصوفة على المغادرة أو لأهداف في أعماق الأرض، كما تفعل في قطاع غزة بشكل مستمر بحجة تدمير الأنفاق تحت الأرض. بدأت إسرائيل الحزام الناري على غزة في حرب 2021 واستخدمته بكثرة في الحرب الدائرة حالياً ولا تزال، ولأول مرة تستخدمه في لبنان.